استمرت التظاهرات عام 76 بعد شرارة يوم الأرض، وكأنها انتفاضة أولية. وفي ذكرى النكبة في مايو أيار عام 76، تظاهر الفلسطينيون مجدداً في الضفة وقطاع غزة. وخلال تظاهرات مدينة نابلس، قتل الجيش الإسرائيلي لينا نابلسي ابنة 15 عاماً. كان من نتائج انتفاضة 76، وهي استمرت على مدى أشهر، سقط فيها تقريباً 48 شهيد يعني في مجمل المقاومة، إنه ثبتت يعني أو أدت إلى وصول قوائم منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت ممنوعة قبل ذلك من العمل حتى ولو بشكل اسمي أو نظري للمجالس البلدية.